What are we waiting for؟ خلينا اشيك من البيانات واشوف اكد ان حطيت بعد الميكروفون شوي لا يطلع وشوشه لانه واجد قريب من فمي. تأكد من الانفورميشن، تأكد كما شغال، تأكد كل شيء شغال، الانفورميشن شكله سليم، في بتات قاعدة تنرفع. It seems we are working fine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في انتقاد لعبة أخرى، وهذه المرة بننتقد أو بنراجع أو بنطالع في لعبة اسمها Help Me 2020 أو 2022 أو أعتقد فقط Help Me، من المصمم والمبرمج محمد ربيع أعتقد من مصر الأخ، بس الحسابات حقه كلها بالإنجليزي اسمه، أعتقد محمد ربيع الله أعلم. The story of the game: a policeman entered a specific house because of a request for help from a person inside this house. That happened in this house. This person says there's a cannibal gang and there's something strange inside this house, and I cannot escape this house. This house is half of the story. Anyway, أعتذر مقدما إذا انتقاداتي تكون شوي مشددة على أمور الناس تشوفها سطحية. أنا أعرف أن الألعاب دي في تطوير الألعاب شيء متعب، والدليل لعبتي من 2018 ما في أي خبر جديد لأن تعطلت من كل النواحي، ولدرجة أني anyway القصة مو عني، عن محمد ربيع ولعبته. فطلب مني في أحد فيديوهاتي أني أعمل ريفيو لها، لأني قاعد أعمل ريفيو للألعاب الشباب. I was like why not، خلص شغل نأخذ ريفيو. نزلت اللعبة و نطالع فيها. Again من الفيديو شكلها first person shooter، القصة دايما تكون هنا. الكتابة أنا عارف إنه آخر شيء الناس تفكر فيه، ولكن oh boy واحدة من الألعاب اللي قطوب النار على طول. إنزين no menu okay no problem escape no menu no problem. اللعبة ما زالت تحت التطوير، ولكن اوه بوي الماوس a little bit too sensitive but والشي غريب ماوس sensitive بس الحركة واجد بطيئة، بس no problem. الجو رعب and في effect ولكن I don't know let's see. يعني رقم ده أمه مش طاقة. ما ادري اللعبة فيها اختباء ولا لا، بس واضح كيفيزية الليزر صاير مرة حار لدرجة ان تحس كأنه بيخترق الجدار من قوته. بس اوكي انا اتوقع اللعبة تكون غموض مو لعبة ناس بتهجم تضحك لايك وكلهم غطين بمثلهم، ولكن بس ما يمكن حتى اني اوقف الصوت. تصميم الخريطة على الاقل حرف الار يعمل ريلود. تصميم الخريطة ما كان بيت، انا ما عمري شفت بيت في نفس القوة دي، ولكن walking is way too slow. Well, in Iran, the makan is kind of weird. يعني ما أحس إن أي بيت من أرضية خشب ممكن يرام بالشكل ده في المكان كامبير. ولكن فتصميم الغرف يا I know this is a lot of work. But it doesn't look real. الأبعاد ما هي واقعية. ولكن لكن let's continue. يعني مثلا الباب ما كان باب حمام، ده كان باب ستورج تبع سوبر ماركت الحالة. والبير ده لايك ليش في بير زي كده داخل البيت من قبل؟ That doesn't make sense. تقدر تاخذ يعني لفة على صور على الاشكال قبو تشوف كيف شكل قبوهم، ولكن again اللعبة annoys me a lot.
تنطط. تقريبا 4 طلقات في الرجل تقتله، 3 طلقات في الراس تقتله. الله اعلم اذا في نظام هيد شوت ولا لا. فذاك انا حبيت اني اوقف واحاول اقتلهم. بعد ما بختبر الموضوع. في العاب واجد حاولت احتمال ما في نظام طاقة. على الاقل الاي اي عنده باث فايندينج واضح. Oh boy. I'm not sure if I came here before or not. والشيء ما يساعد اني مولع 1000 مليون نور وفي الليل قاعد العب. هذا برميل متفجر ثاني. واخيرا في شيء مختلف غير الزبالة من الشارع. يمكن لو ادف هذا وارجع، بس ليش؟ It doesn't matter لان المكان ما له فايدة. اوه بوي سكرت قتل اللعبة. Alright. او الكولوجن قاعد يعمل الكود لكل فريم. ايه الفايدة؟ اوكي المكان. No problem. فعندنا سلاح جديد. اللهم الليزر حقنا ما تغير. سبحان خالق. اوه كنترول يطلق ما يمشي بابا. او شندس سي شندس. اوكي لا تقول لي الدخيل مشتغل كل اسلحة والصناديق بتكسر. لا اقدر اكتبه. تركض وتحاول تعبر على الجدار زي كده يعلق الجدار كيف فالحركة شوي فيها ركاكة. واضح ان الكمبيوتر يستجيب مع الصوت، يعني لو اطلق يمكن يكشفوني. اوكي انا فكرت اخيرا حصلت دليل جسدي لشيء معين طلع له جثته ميت من برا الجدار. في برميل ثاني. مرة كبيرة ولا تدو طاولة كبيرة مرة مرتفعة. في يعني شخصية واقفة الحين ولما كوم شنسس على كل حال ان اخر شخص يتكلم على بعد. اجين فكرت الدليل طلع جثة طلع برا الجدار. نو بروبلم.
انا لو اللعبه قاعد العبها مش للتقييم كان الحين طفيته بيكوز احس اني كل شفته ما متاكد اني انا خلصت كل شيء ولا انا ضايع. اند But I will keep trying to see where the hell am I. Okay, على الأقل الإنجليزي. What just happened? سلاح بطلقتين بس. No problem. هذا الشيء يعطيني احساس ان اللعبة فيها امل. شيء جميل ان طلع لي ملاحظة اني اقدر احمل المربع او الصندوق مربع قاعدين. النار كنت تقول برميل برميل ما بقى احمل. اوكي يد شفت كثير عيادة زي كده في العاب اندي. في فترة زمنية في 2014 نزلت العاب اوكي في 2014 في العاب عندي واجد طلعت بالمسودة وللاسف هي تعتبر من رقم الالعاب. توك ثانك يو ترى الشوز انشال من عندي يعني ما هو كان خلى التحكم يعني ميت. بداية اللعبة احتمالات بداية اللعبة تعمل اينك عشان اطخك. ايه شاركنا من نكتة عشان نضحك معاك. يا علف الهون علف الطاولة شايف نشتك في الاجتماع الكوميدي هذا. I hate you game. Back to beginning. Oh.
طبعا الشيء بيكون مساعد لو اقفل انواره عشان ابدا اشوف في الشاشه. تعلموني على اللعب الغبي. انا متاكد الحين كل واحد يشوفني شوف انا ما اعرف العب. نو بروبلم نو بروبلم. بحاول اخلص الدور بعدين نعطي التعليق بالكامل بيكوز في اشياء واجد اقدر اتكلم عنها وفي اشياء واجد ما اقدر اتكلم عنها. انا ما لعبت ولا لعبت في سبيشل شو ده حديث على فكره. ولما نقول في سبيشل شو ده حديث اقصد كول اوف ديوتي لما طاقتك تتعبى مع الوقت وما تقدر تشوف طاقتك. دوك نكم فور ايفر نفس الشيء ما لعبته. عندي ولكن الألعاب القديمة جدا كلهم كده كانوا 2D ولكن ما تقدر تخطوهم لما تطلق في أماكن ما تشوفها يعني. ما تشوف أخذهم بالرابة كلهم ما ليش طاقتي من هذا التعبة لا يكون هنا visual error ولا طاقة خلاص ضلت بالسالب أو something. ممكن طاقة أو طاقة يمكن ما تعب أصلاً. أنا مدير. أوكي. No problem. No problem. يشوفوني بسرعة يعني. ما ممتاز لأن السيوف تقدر تقتل الناس. No problem. No problem. أعتقد لو أعيد اللعبة طاقتي تعبة يمكن لو أوقف. خليني أشوف أوقف شوي. Thank you.
بلا اخذ صورة بالكاميرا عارف كيف شاشة اشوف انا This is really bad for me شكلي ابي اعمل ولا حاجة يمكن طاقة يا ناس طبعا ما يمدينا اعمل انا بدون ما اقتل نفسي يا الدخيرة هي الطاقة جميل اوكي not good اوكي على الاقل عرفنا This shotgun is fucking pathetic. Okay, نهدي. This shotgun مرة useless. بطيء ما يوصل ما يقتل بسرعة just like useless. I love this game. And ما حد يشوفني ما حد يفجأك برمي Thank you يا عملت ريلود جو وجهه طبعا أنا ما ألعب الألعاب رعب فيمكن ما ما اقدر بسهولة اني احكم ان هذا زين ولا مو زين لا اوكي الدخين اللي مع بطاقتي بيرفكت غلط اني طلقت هنا قريب جدا من البرميل ممكن يجون لي كنت ابحث يعني امدح في الباك فايندينج بس هذا بيخليني اسحب كلامي شوي الله يرحم والدي السنسيتيفيتي من الماوس حقه مره مزعج تصير حق اموت بكثره Oh!
انا راح احسب كيف مود 5 رصاصات يمكن مود 4 رصاصات مي مشكله يمكن اعرف اجي اللعبه مي مشكله Oh wow, come on. Thank you. ليش اصلا زيد ذخيرة ال لحظة ذخيرة 18 اوكي جود جود على الاقل زيد ذخيرة الجميع اوكي الرصاص اوكي جيس كان في الجدار لما تكون واقف في طريقة معينة مي مشكلة زاوية نفسها مي مشكلة مي مشكلة مي مشكلة تعلمنا شيء جديد كيف اخر مرة ميت؟ ما اتذكر اعتقد ب ديناميت واحد او ب Molotov cocktail, whatever he's using. Liberman, you can. في أحد زيادة. ناس زيادة. كل ايتم انا احفر في راوي كذا كان اذا كان يسعف او لا ما ادري اذا في قاد مود عشان اقدر اختبر الشيء بدون ما ارجع لاكل اللعبه دي ولا لا بس بدا صبر ينفد وصلنا للعالم لا وجودي جميل يعني يا ادع لك الجدران يا تطلع لبقى الخلود ها انا اعتذر ولكن بديت يرتفع ضغطي يمكن لو في نقطة حفظ كان حاولت مجددا ولكن I'm bored this is not fun I'm not enjoying this. وانا ما اتابع العاب رعب، مع انها ما هي لعبة رعب لحد الان، انما لعبة ازعاج صايرة. بس ما ابي اكون نقدي يكون سيء لهالدرجة دي. بنحاول نترك بعض الايجابيات والسلبيات لما اخلص الجيم. بس خلينا نشوف ما وراء الباب المغلق. اتوقع لو هنا كذا طب ها يا هذا الجوك بالكامل مودرن جيمز هل برمج شيء لو طحت بالغلط يرجعك لو اضغط اسكيب سمثينج اتفرج
اتوقع انا وصلت نهاية الجيم بس اني علقت عند الجدار ومت. اعتذر اني ما بشوفه. طبعا ما في حتى حبة اسكيب. ولكن خلينا ننهي الفيديو. God help me. How can I critique this? Oh boy, when I've done. When I've done. God help me. Okay. أول شيء ما في main menu. لأن لو في main menu كان أول شيء بغيت أسويه نقلل ال sensitivity. حركة الماوس really not smooth. ولو قلل ال sensitivity احتمال كبير بعد ما بقدر ألعب لأن بعض أحيان الحركة تصير كيك على حسب الأمور اللي تصير في الجيم. يعني بالذات الانفجار. ثاني شيء سرعة المشي is a little bit too much. يعني أتوقع ال لعب اي لعبة فيرست بيرسون شوتر بشوف شخصيات تتحرك اسرع من كده. اجين الاي اي مع انه يعني ممكن تتكهن فيه بعض الامور يعني دام دي الشخصية عارف اني علق هنا بس فداك عارف اني علق هنا بس بعض احيان حركات غير يعني لما يفلت خناجر او يفلت المولوتوف كوكتيل عادي يخرج وحدات واجد وسريعين جدا صعب تجاوزهم. يمكن اللي سوى اللعبة لان لعبها 27,000 مليون مرة في اليوم يشوف الشيء سهل بس انا حاليا شخصيا اشوف اللعبة مرة صعبة خصوصا اني ما اشوف طاقتي. انا عارف ان الالعاب الحديثة يعني ما اللي تعبي طاقتك مع الوقت ما تراوك طاقتك تشوف اشياء في النار او بطيخ but still افضل اني اشوف طاقتي. انا اشوف في محاولة يعني ان لما العدو تطلق عليه ممكن توقفه على شيء جيد يعني في المصممين جيمز مبتدئين واجد ما يعملوا الشيء ده يعني لما اطلق يتوقف شوي ساتر مع ان ما زال يتحرك شوي باتجاهك بس يوقف شوي هذا الشيء جيد ولكن اللعبة نفسها مش موزونة كفاية ان تعطي الشخصيات تحس لها شخصيتها يعني لما تلعب دوم اولا في دوم عندك 6 اسلحة وهذا واحدة من الاشياء اللي في هالجيم دي اللي يرفع الضغط ما في جيم بلاي او جان بلاي اللي يسمونها ما عندك يعني خيارات وش تحتاج تستخدم في الوقت المناسب وانا اعرف ان التصميم الامور دي ما هو اي شيء انا اخذت لعبة دوم ولعبة دوم ليجندري فانا اشوف يعني واحدة من الاشياء لو تبي تعدل اللعبة انك تعدل الجن بلاي. الجن بلاي ابدا مش ساتسفاينج. ما احس ان في ساتسفاكشن لما حارب ده بالسلاح. ما احس ان ساتسفاكشن لما مات. خصيصا لما يعني اطلق عليه. يعني شوف مثلا الخنجر ده اللي فلت صعب جدا تجاوزه بالحركة البطيئة دي. هل لازم اعلق على شيفت طول الوقت مثلا ما اقدر اطلق كده. I don't know. يمكن لاعب رديء. يمكن انا ما افهم. حبيبي شكلي جبت العيد. الاتصال قطعت بالغلط. اعطوني لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا. شكلي في تقييم لعبة هيلبي جاد هيلبي. للأسف لو نرجع للفيديو لو نفتح الفيديوهات انا بالغلط طفيت الفيديو بتلاحظون ان الفيديو السابق انقطع فجأة لانه صار كراش الجيم وعطل لي نظام الصوت المفروض اشيك على الصوت شغال ولا لا وبعدين صار اجتماع سعودي جي ان ورحت حضرت الاجتماع سجلت الفيديو وتو طالعين من الاجتماع وظليت اشوف وش سويت الفيديو واختبرته والفيديو شغال يعني والحمد لله الصوت ما طار ونزلته من البيانات زين فاختبرت انا اللعبة بالكامل انا او يعني اعتقد وصلت للبوس في نهاية المرحلة وعلقت عند الجدار ومت فتقدروا تشوفون ما توقعت اني بطول لان بينكم جاي بنام اصلا بس كنت اعرف احتاج افضي بكره للشغل على الفيديو
خليني اخلص الريفيو قبل ما انام. وحصل اللي حصل، امور واجد اقدر اعلق عليها في اللعبه. اول شيء ما في قائمه رئيسيه، يعني ما اقدر احط اكزت، ما في اوبشنز، اشياء واجد يعني اللاعب يبي يوقف اللعبه يعمل بوز. مهم جدا تضيف قائمه رئيسيه. ان قلت لي اللعبه شغال عليها من زمان، وواضح ان عدد اشهر حطيت فيها وتقعد تتعامل يونيتي، وشيء جميل يعني. يعني من الاشياء الجميله اللي اقدر اذكرها ان عملت اضاءه جيده، ما هي ظلمه بزياده، ما هي مضيئه بزياده، وهذا شيء كويس جدا. الرسومات والاسيتس اعتقد اسيت جاهزين اللي استخدمتهم، بس يعني اختيارات كانت موفقه، يعني ما كانت ديك السوء. حسيت انه ممكن يركبون مع بعض. اللهم في تعليق كثير على الخريطة تقول ده قبو بيت في القصة، بس ما حسيت انه قبو، حسيت انه خريطة تبع لعبة رعب اندي. ويلادي اول لعبة لك this is really great، يعني شغل واجد متعب عليه وشي كويس. بس للأسف لما انتقد ام بكون صريح بعد، في امور واجد تحتاج تحسين. وين نبدأ؟ اولا زي ما قلت قائمه اللعبه نحتاج اوبشنز. نحتاج لما تبدا اللعبه اللاعب ممكن ما يبي يسمع موسيقى، يمكن بيرفع الصوت، يمكن بيرفع الموسيقى، يمكن بيغير السنسيتيفيتي تبع الجان لانه مره يتحرك بسرعه وما قدرت حتى نصوب. كل هذه الامور تقدر تحطها في الاوبشن. العاب الاف او في، الفيرست بيرسون شوتر، الناس تبي تغير الاف او في لان بعض الناس ما يتحملوا رؤيه الاف او في بشكل عادي. يبالك تشوف كيف اليونيتي يتغير الاف او في وتعطي المستخدم انه يغيره. كل هذه الامور تحتاج تشتغل عليها اذا تبي تنتج لعبه جد وتحطها في ستيم او توزعها. You need to add all of that. هذه اول نقطه. نقاط حفظ، للاسف الموتات كلها غبيه، فتمنيت لو على الاقل كان في نقطه حفظ واحده. يعني الخريطه في البدايه كنت اضيع فيها بكثره وما كنت ادري ايش الطبخه، بس من كثر ما اموت اللي نص ساعه قاعد اموت في نفس الخريطه الصغيره لي، فبديت احفظ كم من مكان. بس في البدايه كان كل شيء ضيع. فاذا لعبتك بتحط فيها مراحل زياده، مثلا اذا قاعد احارب البوس وعلقت عند الجدار ما راضي يتحرك يمين، لازم تحرك قدام شوي بعدين اروح يمين، ومت ومنطفشت من الجيم. فعلق عند الجدار، مشاكل متوقعه في تصميمات زي كذا، التحكم تحتاج تجيب ناس يختبرون اللعبه ويراوك اي شيء وش الخلل في التحكم وتتحاول تعدل فيه، لان الميكانيك مره جيد. بس اكبر كارثه عندي، يعني واضح انك مش لما طلعت برا الجيم، اكبر كارثه عندي لما تلعب العاب فيرست بيرسون شوتر، انا ما ادري ايش تبي، تبي تسوي لعبه رعب ولا لعبه اكشن. وللاسف شديد كل الجهتين الجيم بلاي ما كان جيد، الجيم بلاي ما كان جيد. حاكد الجن والريلود حقه مره بطيئه والشخصيه مره بطيئه، بس الكمبيوتر يستجيب على طول زي كده، اول ما اشوفك على طول يستجيب، على طول يتحرك، على طول يلحق. حتى لما تطلق عليه ويصير له ريكويل يوقف شوي، يتحرك شوي شوي قاعد يزيح باتجاهك. ما في اي لحظه اي ستيت ماشين في الاي اي حق، كان ما ادري كيف اليونيتي يبرمجون الاي اي، هل برمجه مرئيه ولا بالكود ولا. بس العب العاب قديمه، العب العاب فيرست بيرسون شوتر، بتشوف الكمبيوتر لما يستجيب ولما يشوفك مو طول الوقت تتجه قدامك وبدون توقف. الانسان ما يقدر يستجيب بالسرعة دي، فهذا اكبر شيء ازعجني في الجيم، انه دائما حطني على اعصابي. يمكن جبت تسوي لعبة رعب، اوكي العاب الرعب الزومبيز يتحركوا دائما اتجاهك بس بطيئين جدا، يعطيك فرصة انك تفكر وتركب، لان حركة الجنز مرة بطيئة، الشات جنز مرة بطيء وما يقتل. والاعداء ما في شات، ما في هيد شات، يعني الاعداء الجيم بلاي الاسلحه ما في سلاحين في الجيم ده، مو مشكله كبدايه اللعبه، بس واضح عندك مشاكل في الاوبتمايزيشن هنا. لما صار انفجار كل شيء صار له خلل، فيمكن في الاكواد تحتاج شيك وش صاير، يبالك تتعلم ليش صار التباطؤ ده. انا اعتقد مع كل فريم مع الانفجار صار في شيء قاعد يشتغل في ال شكلك عامل الكود في الدرو فانكشن مش في الابديت فانكشن، وفي شيء صاير قاعد يتكرر لما صار انفجار، والله اعلم.
الواجهة زين موجودة الدخيرة، ولو تحط رمز نوع الرصاصة أو الرصاص تحت الدخيرة حلو، بس ليش ما عندي رمز الطاقة؟ ضليت أكثر من 10 دقائق في اللعبة، ما أدري نطقت التعب مع الوقت ولا لا، ما أدري وين الطاقة، ما أدري شو الطبخة. بعض أحيان أخذ الآيتم تعب طاقتي، بعض أحيان لا، ما في كونسيستنسي. فا أجين الشخصية حكت بطيئة، ممكن تشتغل لو تبي تعمل لعبة رعب، لعبة رعب مي مشكلة، ولكن الجيم بلاي حركه الكمبيوتر مش مناسبه. زي ما قلت الكمبيوتر يستجيب بسرعه، يدرى عنك بدون سبب. يعني انا حسيت انه ممكن يستجيب صوت ولا لا، حسيت انه ممكن يستجيب بالنظر ولا لا، بس مره مو موزون. فما ما سليت ابدا يعني وانا العب، خصيصا الاعداء 3 طلقات في الوجه او 3 طلقات في الرجل يموتون، ولما يكشفوك من كل مكان يتجهوا إلك بدون توقف، وأنا ما أدري وين مكانهم يعني، لأن من كثر ما لعبته بديت أحفظ كم نوع مكانه. Oh God. فأقدر أتكلم واجد عن الجيمبلاي، وللأسف أنا عارف أطلع معلومات لأن بنهي الفيديو بسرعة وأنهي شغلي، أعتذر. يعني أقدر أفكر زيادة وش أقدر أعلق عنه. مشكلة الحين الصورة اللي قاعد أشوفها قدامك حاكة عند الجدران مو سلسة. تصميم الخريطة أحس الأغراض مرة عشوائية، أنت بتسوي قصة وإثارة وكده، والشخصية اللي تلعب بها ما لها اسم مثلاً، تقدر تعدل في الوصف، تقدر تقرأ قصص وتشوف كيف يوصفون المواقف. وش دخل بير تبع ميد إيفل في داخل بيت واحد؟ ولعبة رعب أوكي، وفي شيء غامض ودولة كانيبلز؟ اوكي كانبل، زي ما اشوف دماء، ليش ما اشوف جثث عظام، ليش ما اشوف وجبات متغدين. تصميم الخريطه ما تحكي للاعب اي شيء، يعني احس الامور عشوائيه يعني، وان كان متناسقه بالالوان وبالاشكال بس ما تحكي للاعب وش صاير هنا. فرصه كبيره جدا ضاعت في الهواء، الناس تستخدم تصميم الخريطه انها تحكي للاعب القصه بالاوبجكتس اللي يشوف في اللعبه، بالأدلة يشوفها في اللعبة. فهذا شيء كبير جدا، كل مصمم الأبداع كيف يعمل الشيء ده أبدا مو مستغل لنا. أجين أنا عارف بتفهم الوضع، قاعد تتعلم على اليونيتي، قاعد تتعلم تعمل إنتاج، وهي تجربة جيدة في البداية. لعبت ألعاب واجد ناس عملوها أسوأ بكثير من كده، ما المفروض أقول الكلام ده، لكن هذا الواقع. يعني في ألعاب على ستيم تنباع $10، $5، $2، بعدين صارت بربع $5 بريال وبريالين، أسوأ مني بكثير. فشيء طيب يعني، بداية جيدة. واحدة من التعليقات في تصميم الخريطة في أول ما شاهد اللعبة، الكامب فاير الملعون ده في كل مكان، and it doesn't make sense إنه في القبو في كامب فاير بالشكل ده، ولكن يعني ما ادري ايش اقول لك. يعني المشكله ما اعرف صمم خارط، فما اقدر احكم واجد، بس مره حسيت ان التكرار بزياده في الكامب فاير and it doesn't make sense. يعني ما عندي كلام اكثر من كده للاسف، يعني واعتذر يعني اذا كان كلام سلبي ويزعل، لكن يعني احاول نعطيك النقاط اللي اشوفها. فوش اكثر شيء ازعجني؟ زي ما قلت ان لما اعلق في الجدران حركتي بطيئه جدا، الكمبيوتر لما يستجيب ما عنده اي ستيت انه ممكن يفكر، يمكن يطلع يمسار، يمكن يوقف، لا على طول طول الوقت يتحرك بنفس السرعه في اتجاهي، ما يعطيني فرصه اتفاعل. ما حسيت. وثانيه 3 شخصيات عنو اسلحه مختلفين، بس ما تحس نفس الاي اي نفس الحركه، فما تحس انهم شخصيات مختلفه، تحس ان السلاح مختلف. اشوف الجهود انه في واحد ماسك سكينه، واحد ماسك مولتف كوكتيل، واحد ماسك خنجر او whatever. يعني في محاولات ان تعمل شخصيات مختلفين، بس ما تحس بها لان كلهم يتحركون ويضحكون ويتفاعلون بنفس الطريقه، نفس الاصوات، نفس الحركه، نفس الاي اي، نفس السيت ماشين اند ذا سيم ستوبيد واي. ولما يجون يطلقون عليك طلق سريع حكم لاخر درجه ويخرج بعض، فما تشوف الرصاصه فجاه ظهرت قدام واحد طلقنا واحد من وراء. Not good. I didn't feel good. I didn't feel I'm playing a game. I felt I was struggling with bad design. أكثر ما حسيت إني قاعد ألعب لعبة يعني.
بس اجين اذا في شيء مدش من جد دشتي الاضاءه كانت كويسه. هل هي قوه المحرك هل هو قوه المصمم الله اعلم، بس الاضاءه كانت جيده. الطاقتي ما ادري وين هي، وبعض الاحيان اموت بضربه بعض الاحيان لا. wasn't fun at all. شكرا متابعه، انا اكون معكم اخر